سيد احمد، يعني خلينا نلخص الجديد اليوم. هو تقرير لجنة البندقية يقول ان القوانين والاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة منذ 26 جويلية لا تتوافق مع المعايير الدولية والدستور التونسي، كما ان مسار الاستفتاء والمسار الانتخابي كله باطل بما في ذلك هيئة الانتخابات المعينة اخيرا. يعني عندما يتوافق او ملخص تقرير لجنة البندقية مع تقريبا معظم تقارير المنظمات الدولية، هل نحن إزاء حالة منفردة ذاهبة إلى القطع مع الحد الأدنى من الحياة الديمقراطية في تونس؟ أولا أهلا بك ومشاهديك وقناة الزيتونة وضيفك الكريم. والله الحمد لله، نحن في مواطنون ضد الانقلاب كنا على صواب، ولم ننتظر لا لجنة البندقية ولا أي إطار آخر دولي أو إقليمي، وقلنا بأن هذا انقلاب وأن الانقلاب هو انقلاب. ليس هناك انقلابات جيدة وجميلة وأخرى قبيحة وشريرة، الانقلاب انقلاب. وما حدث بالفعل في 25 جويلية هو سرقة وسطو على السلطة، وواهم من يعتقد بأن من يمتلك كل هذه السلطة الأمبراطورية التي لا أذكر أحدا في القارة الإفريقية ولا في آسيا قد جمعها في العصر الحديث. لا أعتقد أن من يملك هذا القدر من السلطة سوف يحتاج إلى من يعينه أو من يشاوره أو إلى من يشاركه في هذه السلطة. ولذلك أعتقد أن موقف الفريق الانقلابي الذي ساند قيس سعيد هو موقف في غاية الحرج، وأنا شخصيا أشفق عليهم وعلى وضعهم الآن، لأنهم كما تقول العرب لم يربحوا لا عنب الشام ولا بلح اليمن، لا هم يعني ربحوا من الديمقراطية وكانوا ديمقراطيين. نعم. وقالوا لا لهذا الانقلاب حتى يسجل التاريخ بأن هؤلاء ديمقراطيين، ولا قبلهم هذا المنقلب وأشركهم في الأمر واستبعد ما كانوا يتمنون أن يستبعد من غرمائهم السياسي، لم يحقق لهم أي شيء، ولم يحقق حتى يعني تهمهم وأباطيلهم وإشاعاتهم طيلة 10 سنوات. نعم سنعود. أي ملف حقيقي قد مس يعني قادة الناس الذين يخاصمونهم. لذلك نحن قلنا منذ البداية أن هذا انقلاب وهو سرقة وسطو على السلطة، وسوف لن يرحم أحد. نعم. سوف يحتقر الجميع الذين رفضوه وقاوموه والذين والوه. لذلك أنا أعود إلى سؤالك الكريم، لجنة البندقية هي على كل حال هي لجنة استشارية ضمن يعني مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والأوروبيون يعني لو ما همش صغار معناها يعرفون أن ما حدث انقلاب، ولكن لا يستطيعون أن يصفوه منذ اللحظات الأولى بأنه انقلاب، نظرا لأن ذلك سوف تستتبعه نتائج على الاقتصاد التونسي وعلى معيشة الناس. لأن نعم. عندما تعلن دول ديمقراطية أن هناك انقلاب في دولة ما، فإن ذلك يترتب وأن تتصرف معه على ذلك النحو. الخلاصة سيد أحمد، أن تكون لديها علاقات اقتصادية ودبلوماسية وعلاقات مفتحة لكي، وهذا سوف يضر بالشعب الكريم. لذلك هم يقولون بشكل يعني في كلمة متدرج. سيد أحمد اسمح لي في كلمة، هل نسف تقرير لجنة البندقية كل الأعمال الأخيرة من هيئات وحديث عن انتخابات وغيره؟ هل نسف سردية تصحيح المسار بعد 10 أشهر من 25 جويلية؟ في كلمة رجاء. هو لم ينسف لأن الرجل لا يعني إطلاقا أي موقف خارجي أو داخلي، هو يعتقد أنه رئيس مرسل إذا صحت العبارة من الولاية. نعم. الإلهية، وهو سوف ينقذ تونس وينقذ الإنسانية، وهو مكلف بمهمة مقدسة، لذلك لا يعنيه أبدا أي مواقف داخلية ولا خارجية، وذاهب في مشروعه الخلاصي الذي يدعي أنه فكر جديد ومفاهيم جديدة وقوانين جديدة، وهو لا يعير اهتماما
لا للداخل ولا للخارج، وهو ذاهب مباشرة إلى مشروعه، أي إلى خراب تونس لا أكثر ولا أقل. وهذا ما لا نتمناه، ونتمنى من الطبقة نعم السياسية أن تتفطن الأمر وتضع حدا لهذا العبث. نعم.